شارع الجوافة في أراضي قرية رأس عطية. رأس عطية قرية حدودية تتبع محافظة قلقيلية. بحاجة إنها وزارة الزراعة تدعمنا وتكون تعمل تأهيل للآبار، وكذلك الطالب الجانب الإسرائيلي ببحث آبار جديدة، لأنه حقنا من المياه حسب اتفاقية أوسلو لسه ما حصلنا عليه. فهاي الأرض المي موجودة في الأرض، ولكن بدها مين اللي يطلعها؟ تقريبا يعني عندنا أكثر من 200 دنم، نوصل من 200 إلى 300 دنم. والناس لسه الحمد لله تشتغل بالجبل وبتعمل استصلاح للأراضي. فهاي الاستصلاح بحاجة إلى مشاريع، من وزارة الزراعة، من الإغاثة، حتى يعزز صمودنا، خاصة إنها محافظة قلقيلية ورأس عطية، وهاي الكرة محاطة بالاستيطان ومحاطة بالجدار، ويعني تعاني من الاستيطان والجدار. فنحن بحاجة هذه الشجرة وهذه الثمرة، الجواف، البرتقال، هاي والمياه تعزز صمود المواطن في أرضه وتعزز ثباته، ونوع من مقاومة، نوع مهم من مقاومة الاستيطان. فبفضل هذا الجهد وهاي الزراعة وهاي المياه اللي احنا بحاجة الى وقوف بجانبنا، تبعد نظر الاستيطان عنا وتعززنا في صمودنا بإذن الله سبحانه وتعالى.